والآن لنحبو عوائلنا، أبناءنا، أيتامنا، أراملنا، لنكرم شهداءنا ونقدم لهم ما وفقنا الله إليه. الآن مع تقديم الهدايا إلى عوائل شهداء الجيش والقوات الأمنية والحج الشعبي، يتفضل سماحة السيد جابر المشايخي بتكريم عوائل الشهداء. عائلة الشهيد كريم حبوب الدريعي، عائلة الشهيد نصار والي مناح العايدي، عائلة الشهيد حيدر تركي المقصوصي، سيدنا هنا سيد جابر، عائلة الشهيد حيدر تركي المقصوصي. شكرا لسماحة السيد جابر المشايخي. والآن مع أخوتنا في الوقف السني يتقدم الشيخ صلاح السعدون لتقديم هدايا عوائل الشهداء، كل من عائلة الشهيد حسن شناوة عطية البديري. عائلة الشهيد حسن شناوة عطية البديري. عائلة الشهيد مصطفى كريم الغريباوي. شكرا جزيلا لفضيلة الشيخ صلاح السعدون دام توفيقاته. الأخ الفاضل عقيد الشرطة إبراهيم الغريباوي مشكورا لتوزيع هدايا عوائل الشهداء. عائلة الشهيد يسر حنين مري الزيدي، وعائلة الشهيد صباح محسن صافي الطوقي.
شكرا لسيادة العقيد إبراهيم القريباوي جزاك الله خيرا. والآن يتقدم الأستاذ الفاضل كريم الغرواوي مشكورا لتقديم هدايا عوائل الشهداء عائلة الشهيد أحمد ياسر عجيل الدريعي. وعائلة الشهيد سعد سليم القريشي. شكرا للأخ الفاضل أستاذ كريم الغرباوي جزاه الله خير الجزاء. والآن يتقدم الشيخ عبد الحسين الحريشاوي لتقديم الهدايا لعوائل الشهداء. عائلة الشهيد علاء محسن عبيد الغرباوي. عائلة الشهيد علاء محسن عبيد الغرباوي. وعائلة الشهيد كريم عزيز الدريساوي. شكرا لفضيلة الشيخ عبد الحسين الحريشاوي جزاكم الله خيرا. يتقدم الآن سماحة السيد عايد الحسني لتقديم هدايا عوائل شهدائنا. عائلة الشهيد عدنان منظير كاظم. وعائلة الشهيد أحمد رحيم حماد البدري. وعائلة الشهيد وسام عزيز القرعاوي. شكرا جزيلا سماحة السيد عايد الحسني دام توفيقه وجزاه الله خيرا. الآن يتقدم فضيلة الدكتور الأستاذ رحمن حسن الموسوي لتقديم هدايا عوائل الشهداء. عائلة الشهيد ثامر نوري هادي. عائلة الشهيد وليد شاو الدريعي. والآن يتقدم الأستاذ سجاد سالم حسين مسؤول التيار المدني الديمقراطي بتقديم الهدايا لشهدائنا الأبرار. الشهيد عبد علي الدريعي. الشهيد حسين شلال حسين.
والآن يتقدم وكيل سماحة المرجع الديني في واسط الشيخ مسلم السعيدي، دامت توفيقاته في تقديم الهدايا لشهدائنا. عائلة الشهيد هادي صباح حرب، وأيضا الجريح علي جابر هادي، الجريح علي جابر هادي، شكرا لفضيلة الشيخ مسلم السعيدي وجزاه الله خير الجزاء. وفي الختام نتقدم بجزيل الشكر والامتنان لإخواننا وأبنائنا وأهلنا الذين سعوا في الحضور لهذا المهرجان الشعبي الكبير، سائلين الله العلي الأعلى أن يمن عليهم بالحفظ والأمان، وأن ينصر العراق وأهل العراق على جميع الأعداء. فجزاكم الله خير الجزاء ووفقكم الله لمرضاته. بارك الله فيكم وفي سعيكم.